شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العلي العظيم. هذه الأشهر يقال لها في اصطلاح الفقهاء أشهر الحج. أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. هذه الأشهر الثلاثة يقال لها أشهر الحج. بهذه المناسبة نتحدث في هذا اليوم حول بعض الأبعاد المتعلقة بالحج. إحدى الأبعاد المتعلقة بالحج هو البعد السياسي للحج. نحن مقدمة لتوضيح هذا البعد لا بأس أن نذكر أن كثيرا من الناس يغفلون عن أهمية هذا البعد، يظنون أن البعد السياسي فرع من فروع الحياة. هنالك جماعة يقال لهم السياسيون، هؤلاء الجماعة مشغولون بالسياسة وبالعمل السياسي، أما نحن فلا ربط لنا بالسياسة. الطبيب لا ربط له بالسياسة، التاجر لا ربط له بالسياسة، العالم لا ربط له بالسياسة، المتدين لا ربط له بالسياسة. هذا التصور موجود في أذهان الكثيرين، لكن في الواقع هذا التصور خاطئ،
السياسة بعد من أبعاد الحياة، ولكنها متشابكة مع كل أبعاد الحياة، أو إذا ما قبلنا هذا متشابكة مع كثير من أبعاد الحياة، فرق، ولكنه متشابك مع بقية الفروع، متفاعل مع بقية الفروع، مؤثر في بقية الفروع، مو أنه فرع في مكان منعزل، لا، له حضور، له تأثير، له فاعلية. السياسة مؤثرة في الاقتصاد، السياسة مؤثرة في الاقتصاد، الاقتصاد والسياسة يتبادلان التأثير. لا يمكن أن نفصل الوضع السياسي في بلد عن الوضع الاقتصادي لذلك البلد. السياسة مؤثرة في الاجتماع، السياسة مؤثرة في الثقافة، السياسة حتى لها تأثير في الدين، يعني في تدين الناس، في إيمان الناس، مؤثرة. يعني فرعون عندما يكون حاكم في مصر، كيف يكون الوضع الاقتصادي في مصر؟ يكون بشكل معين. كيف يكون الوضع الديني؟ كيف يكون الوضع الثقافي؟ كيف يكون الوضع الاجتماعي؟ بنحو معين. فرعون قطعا مؤثر، وعندما فرعون يغرق في النيل ويأتي مكانه حاكم آخر بعد فترة، موسى عندما يأتي صلوات الله عليه، عندما يوسف صلوات الله عليه يأتي بعد فترة، كل الأوضاع تتبدل، الأوضاع السياسية تتبدل، الأوضاع الاقتصادية تتبدل، الأوضاع الاجتماعية تتبدل، الأوضاع الدينية تتبدل. قطعا مؤثر. حتى إذا واحد قاعد في بيته ولا شغل له بالسياسة، هو ما له شغل بالسياسة، لكن السياسة لها شغل فيه، السياسة مؤثرة فيه قطعا. أنتوا الآن إذا تلاحظون أوضاع البلاد المجاورة، أوضاع كثير من البلاد، الأوضاع التاريخية، السياسة كانت مؤثرة. واحد يريد أو ما يريد، هو له شغل أو ما له شغل. فإذا البعد السياسي، وهذا عدنا في أحاديثنا في زيارة الجامعة الكبيرة، نقرأ وساسة العباد، يعني أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا ساسة العباد. وفي حديث آخر كما أتذكر، هذا الحديث مروي في الكافي للكليني رحمة الله عليه، يقول من صفات الإمام، الإمام له صفات، من جملة هذه الصفات عالم بالسياسة. فإذا الإمام عالم بالسياسة. في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر يقول: فاختر لولايتك من أهل الصفات يذكر، ومن جملة الصفات أهل السياسة، يعني الذين يتقنون هذا الفن. السياسة إذن مهمة، إذن مؤثرة في كل شيء. من جملة أبعاد الحج البعد السياسي للحج، هذا البعد بعد مهم. إحنا
الآن عايشين في داخل المنظومة، نروح للحاج، نقوم بأعمال الحاج، إحنا ما عدنا ذاك التقييم الدقيق للحج، وبالذات لهذا البعد. ولكن الأعداء الكفار اللي ينظرون من بعيد يعرفون شنو مؤثر في شنو، قضوا عمرهم في هذا العلم، واحد منهم 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أكثر يقضي في هذا العلم دراسة وتدريسا وممارسة، حقيقة يرهبون من الحج. الحج في أنظار الكفار من هذه الناحية، من الناحية السياسية، له رهبة في صدوره. أحد الكفار يقول هذه الكلمة، وحقيقة كلمة حكمة من كافر. إحنا يجب أن نأخذ الحكمة ولو من فم الكافر. هو كافر بعيد عن الله، ولكن هذه كلمته كلمة حكمة. يقول هذا الكافر، يقول: ويل للمسلمين إذا لم يفهموا معنى الحج. هذا الشق الأول من كلامه. وويل لنا إذا فهم المسلمون معنى الحج. إذا ما فهموا معنى الحج فويل لهم، وإذا حقيقة فهموا معنى الحج وعرفوا مغزى الحج فويل لنا، يعني للكفار. وويل لنا إذا فهم المسلمون معنى الحج. ذلك الرجل المعروف الذي كان له نفوذ كبير في تلك الدولة اللي ما كانت تغيب عنها الشمس، قال لمجلس العموم في ذلك البلد، قال: إحنا ما نتمكن نثبت أقدامنا في البلاد الإسلامية، يمكن نجي نحتل بلادهم، ناخذ بلادهم، ولكن ما نتمكن نثبت أقدامنا في البلاد الإسلامية ما دام عندهم شيئان. وهذه أيضا كلمة حكمة من كافر. إذا عدهم هذان الشيئان، إحنا ما نتمكن نثبت أقدامنا في بلادهم. الشيء الأول القرآن، وحقيقة الطاقة التي يبعثها القرآن في نفوس المسلمين، في نفوس المؤمنين، حقيقة طاقة عجيبة. ما عندهم شيء آخر. اقرأوا الإنجيل، هذا الإنجيل المحرف الموجود الآن، اسمعوا من الإذاعات أو اقرأوا كتاب من الكتب، فيها حكم، فيها مواعظ، وفيها تحريف أيضا. اقرأوا التوراة، اقرأوا كتاب البوذيين، عندهم كتاب، كتب فيها بعض المواعظ، بعض الأشياء، ولكن القرآن الكريم يبعث طاقة لا يوجد مثلها طاقة. يعني شنو طاقة؟ يعني واحد يقرأ القرآن يذهب في ليلة زواجه، في صبيحة ليلة زواجه يروح إلى ميدان المعركة ويقتل. أكو بعد أكثر من هذه الطاقة؟ أكو؟ هذه قمة التضحية، أن الإنسان يذهب في هذا الظرف ويقتل. هذه الطاقة يولدها القرآن الكريم، فحقيقة طاقة مهمة. هذا التاجر الذي يملك الملايين، القرآن الكريم إذا توجه إلى معناه يبعث طاقة. هذا شيء صعب، تعب على هذه الأموال، الليالي سهرها،
الجهود المعاناة، وإذا به يأتي دفعة واحدة هذا التاجر اللي فد مرة قلنا لكم قصته، اللي كان يحاسب على الدهن الموجود في الخشبة، يقول لا تستعمل خشبة جديدة حتى مقدار عشر مثقال مثلا من الدهن هذا العود الجديد ليش شربه. هذا التاجر اللي هالشكل يفكر، القرآن الكريم يعطيه من الطاقة والمعنوية الهائلة، يأتي ويدفع خمس أمواله في سبيل الله. حقيقة هذه طاقة غريبة. فإذا المعنوية الموجودة في القرآن الكريم إذا نلتفت إليها حقيقة معنوية هائلة، حقيقة لا يمكن للأجانب أن تستقر أقدامهم في البلاد الإسلامية إذا القرآن موجود عندهم. هذا واحد. الشيء الثاني الحاج. أنتم إذا تلاحظون في الصور بالذات منظر الطواف حول الكعبة المشرفة، ملايين الناس، ألوف الناس، مئات الألوف يطوفون حول هذا البيت، حقيقة منظر عجيب لا نجده في دين آخر. يعني أنا ما أدري، أنا لم أجد فيما رأيت فيما قرأت دين من الأديان، مبدأ من المبادئ، حكومة من الحكومات، تكتل من التكتلات له هذا الشيء الهائل. يعني واحد كافر عندما يشوف هذا المنظر حقيقة يصيبه بالرهبة. منظر الطواف شوفوه حول الكعبة، روحوا اقعدوا عند الكعبة ولاحظوا هذا المنظر، حقيقة منظر عجيب لا يملكه دين آخر ولا تملكه جهة ثانية. يقول ما دام هذان الشيئان الحج والقرآن موجودان عند المسلمين فلن نستطيع أن نثبت أقدامنا في البلاد الإسلامية. هذا بعد من أبعاد الحاج، البعد السياسي للحاج. في أيام الأمويين، في أيام العباسيين، اللي أتباع أهل البيت كانوا في أشد أنواع الضغط، اللي بدأ هذا الضغط بشكل قوي، من قبل كان أكو أيضا، ولكن اللي بدأ هذا الضغط بشكل منظم مقنن معاوية. حقيقة معاوية عجيب تأثيره الشيطاني في التاريخ، بدأ حملة منظمة مقننة للضغط على الموالين للحق ولأتباع أهل البيت. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، اتهام. احنا الحمد لله الآن في كثير من بلادنا عايشين في نعمة في رفاه، أجدادنا هواي عانوا حتى أوصلوا هذه الأمانة إلينا. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، يعني أهل البيت صلوات الله عليه، فنكلوا به واهدموا داره. اهدموا بيت، إذا واحد انهدم بيته وين يروح؟ لازم يروح بالشارع. هالشكل كان المتنفس، يمكن المتنفس الوحيد اللي كان لأتباع أهل البيت الحج، كان لأتباع الحق، للذين يريدون التغيير الحج كان. هناك كانوا يروحون بالحج، يلتقون، يتداولون القضايا، يتعاضدون، يتكاتفون. الحج فيه وحدة الصفوف، فيه رفع الحواجز النفسية، فيه رفع التعصبات القومية والإقليمية، فيه خروج عن الحصار الإعلامي اللي الدول الظالمة تفرضه على الموالين للحق.
فيه تعاون، فيه تكاتف، فيه تعاضد ولو بمقدار، ولو بمقدار. هذا هو البعد الأول، البعد السياسي للحاج. البعد الثاني هو البعد الغيبي، بعد الثواب، بعد الآخرة. نحن نكتفي ونختصر، نكتفي برواية واحدة حول الحج. هذه الرواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة الله الآن سهل لنا إحنا، أكو كثير من الناس يموتون في انتظار الحاج، يموتون في انتظار الحاج. يعني في بعض البلاد ما يمكن واحد يروح للحاج، فيه إجراءات وترتيبات وانتظار. واحد بعد 20 عام اسمه يخرج، بعد 30 عام، أقل أكثر. وبعضهم يموتون وهم في الانتظار. الآن هنا واحد يتحرك يوم 8، 7 أيام، 8 أيام، بتكلفة كلش قليلة، بسهولة. حتى نقل أن بعض الناس يوم 9 يروحون، يوم 9 منا يروح، بعض الناس طبعا مو كل واحد، يوم 9 يروح، 9 و10 و11 و12، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام. يعني مراسم الحج في الواقع 4 أيام، شوية قبل شوية بعد، 7 أيام. في العهود القديمة الحج كلش كان مشكل، كانوا يسألون الأئمة صلوات الله عليهم أن الباخرة، أن السفينة تنكفئ في البحر. قال إنما تنكفئ في الجنة، فورا إلى الجنة يروحون. صاحب تفسير روح المعاني أو تفسير آخر ينقل أنه رأيت، يعني الراوي رأى شيخا كبيرا ضعيفا عليه آثار الإنهاك والتعب، شفته في المطاف وهو يطوف بصعوبة، فجئت إليه وسلمت عليه وقلت له من أين أنت؟ قال أنا من البلد الفلاني، بلد بعيد. قلت كم استغرق سفرك إلى الحج؟ قال 5 سنوات. الشعراني كاتب هذا المطلب في كتابه، اللي كانوا يجون من أقاصي الصين، من أقاصي البلاد كانوا يجون في ذاك الوقت، أحيانا 4 سنوات 5 سنوات كان يطول، لأن كان يجي من قرية إلى قرية، من بلد إلى بلد، يوصل إلى قرية يجي ثلج، يصير شتاء يجي ثلج، ف6 أشهر مثلا لازم ينتظر إلى أن الثلوج تموع ثم يذهب. نفقته كانت تخلص في طريق الحاج، ما عنده نفقة، فكان يضطر يروح يعمل في مكان خادم، يخدم في البيوت، في المعامل، في الدكاكين، يعمل مدة إلى أن يوفر شوية نفقة ينتقل من هذا البلد إلى بلد ثاني. لصوص كانوا، عدم الآمن كانت، اضطرابات كانت. الحمد لله الآن كل هاي الأشياء مو موجودة، 7 أيام 5 أيام. فحقيقة الآن الحج صاير عمل، إذا قارناه بما مضى، عمل كلش سهل وكلش بسيط. العمر الآن عمل كلش سهل وكلش بسيط. في الحديث الشريف حجوا قبل أن لا تحجوا. كربلاء ما كانت مفتوحة في يوم من الأيام، بعدين حرمنا منها، حرم المؤمنون منها، حرموا بعد.
إن شاء الله الله يرفع هذا المانع سريعا عاجلا. ولكن حجوا قبل أن لا تحجوا، مرة يصير مانع لا سمح الله، الإنسان يتمرد، يصاب بالشلل، يصاب بالشيخوخة، بعد ما يقدر. فهذا الحج السهل نسبيا مع هذا الثواب العظيم. نكتفي برواية واحدة فقط عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه قال في خطبة له: ومن خرج حاجا أو معتمرا عمرة. الآن واحد يقدر يروح للعمرة، إذا واحد مأدي الحج الواجب ماله الآن يروح للعمرة، حتى في أيام الحج إذا واحد مأدي الحج الواجب، إذا ما مأدي هذا بتفصيل، إذا مأدي الحج الواجب، إذا صعب عليه الإتيان بالحج يروح يسوي عمرة مفردة يكفي، هذا مو لازم يقوم بالحج الكامل، مو لازم يأتي بالعمرة، يأتي بحج الإفراد. إحنا الآن البعيدين عن مكة، إذا أتينا بالحج الواجب نتمكن أن نقوم بحج الإفراد عمرا بعد ما يحتاج، لا قبل ولا بعد. حج الإفراد أم هادي ما في، يعني ذبيحة مو لازم، إفراد أفردت عن العمرة أو أفردت عن الهادي، ذبيحة ما فيها. فإذا إذا واحد يسوي الحج الواجب يتمكن يسوي عمرة بلا حج، عمرة مفردة، أو يسوي حج بلا عمرة، حج الإفراد. وإذا يريد الأفضل فيأتي بحج التمتع، أول يأتي بعمرة التمتع بعدين يأتي بحج التمتع، هذا هو الأفضل. فهذا نعود إلى قضيتنا، يقول: رأيت هذا الشيخ قال أنا 5 سنوات في طريق الحاج. فقلت له: إن جهدك عظيم، ولكن هذا الجهد العظيم ينبئ عن محبة صادقة. جهد عظيم وراءه حب صادق. يقول هاي الكلمات سرت، فقرأ لي هذه الأشعار: زر من هويت وإن شطت بك الدار، يعني بعدت، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. هذا دليل الحب، حب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذه الخطبة: ومن خرج حاجا أو معتمرا عمرة أو حج، فله بكل خطوة حتى يرجع. كل خطوة اللي يخطوها من أول ما يطلع إلى أن يعود 100,000,000 حسنة، 1,000,000 يعني مليون، 100,000,000 حسنة يعني 100,000,000 حسنة. هذا الثواب العظيم. الوالد حفظه الله في الفقه مو في هذا المكان، في بحث المشي إلى المساجد، هناك يرى أنه إذا مسافة قدرت بالخطوات، هسه إذا واحد ما مشى إلى المسجد وإنما جاء بالسيارة، ما مشى إلى بيت الله الحرام، لا ذهب بالطيارة، هناك الوالد في باب
مساجد يقول إن المسافة تقدر بالخطوات، والله تعالى يعطيه بمقدار هذه المسافة ثواب كل خطوة خطوة. يعني الآن إذا واحد من هنا يروح إلى بيت الله كم خطوة يصير؟ كم مليون خطوة يصير؟ إذا راح بالطيارة نفس الثواب الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه للخطوات يعطيه لهذا الإنسان. طبعا لأنه هذا مشقته أكثر، الله قد يعطيه ثواب أكثر، لكن ثواب الخطوات يعطى لذلك أيضا. ومن خرج حاجا أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرجع 100,000,000 حسنة، يعني 100,000,000 حسنة اللي كل حسنة واحد يحتاج لها في الآخر، ومحي عنه 1,000,000 سيئة يعني 1,000,000، ويرفع له 1,000,000 درجة، وكان له عند الله بكل درهم 1,000,000 درهم، وبكل دينار 1,000,000 دينار، وبكل حسنة عملها في وجهه ذلك 1,000,000 حسنة. يعني كل حسنة يعملها في الحج الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب 1,000,000 حسنة. وكان في ضمان الله، إن توفاه الله أدخله الجنة، وإن رجع رجع مغفورا له. هذان بعدان، البعد السياسي والبعد الأخروي من أبعاد الحج. تبقى هنالك أبعاد أخرى الله تعالى يعبر عنها ليشهدوا منافع لهم إن شاء الله. إذا حالفنا التوفيق نتحدث عنها في المستقبل. نختم كلامنا ببعض المسائل الشرعية حول الحج. إحدى أنواع الحج الواجب الحج البذلي. إذا واحد ما رايح للحج من قبل وجاء شخص وقال له علي نفقتك ونفقة عيالك، أنا أعطيك نفقتك للحج ونفقت عيالك، إذا ما كان رايح للحج من قبل يجب عليه الحج، هذا يقال له الاستطاعة البذلية. هل هنالك فرق أن يكون هذا الباذل واحدا أو متعددا؟ الجواب كلا. يعني إذا أبو الإنسان قال له روح للحج وعلي نفقتك يجب عليها أن يذهب. إذا اثنان تكفل هذه النفقة بالتنصيف مثلا أو بأي نسبة أخرى، أيضا هذا الإنسان المبذول له يجب عليه أن يحج. هل يجب في الحج البذلي بذل المال؟ الجواب لا. إذا حملة من الحملات يقولوا لك أنت تعال عدنا وإحنا نتكفل أكلك وشربك وزادك وراحلتك، ما يعطون للإنسان مال، لا تكفل. أو واحد يقول لصاحب الحملة أن هذا جيبه للحاج على نفقتي، يجب على هذا الإنسان أن يذهب إلى الحاج. إذا الباذل ما يبذل كل النفقة وإنما يبذل بعض النفقة،
ولكن بضميمة ما عندي أتمكن من الحاج. يعني الحاج يكلف مثلا كذا مقدار، أنا عندي نصف هذا المقدار. الباذل يقول أنا أكمل لك مقدار الحج، نصف عندك أعطيك النصف الثاني، ثلثيا عندك أنا أعطيك الثلث المكمل. هل يجب على المبذول له الحج؟ الجواب نعم، لأن هذا بضميمة ما عنده وبضميمة ما بذل له صار مستطيع للحج، فيجب عليه الحج. المسألة الأخيرة أن الحج البذلي من الأشياء المحبوبة عند الله. الإنسان يبذل لأولاده، لبناته، لأقربائه، للأغيار، للمؤمنين، يبذل لهم لكي يحجوا، هذا مستحب عند الله. وفي الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من حج بثلاثة من المؤمنين. اعطى فلوس للحج لثلاثة. طبعاً في هذا الحديث ماكو أن يكونوا حج حجة الإسلام، ظاهر هذا الحديث، سواء كانوا ذهبوا من قبل أو لم يذهبوا، المهم أن يتكفل نفقة الحاج. من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. إذا واحد مسجون الطفدية اشترى نفسه، يعني حرر نفسه، ظاهر هذا الحديث. إذا واحد يحج بثلاثة من المؤمنين بعد فك رقبته من النار وأصبح من أهل الجنة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي